بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أنا مرة حدثني طبيب قال لي جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه. قال لي عجيب المريض، كلما دخلنا عليه يقول اشهد لمن زاره أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي إذا قرع الجرس يتدافع الممرضون لخدمته، الأطباء كذلك. قال لي أمضينا أسبوعين كأنه الغرفة فيها جنة، لك مريض ورم خبيث لا صاح ولا شك، بالعكس وجه منير راضي عن الله. قال لي عجيب عجيب، يعني ترك أثر بالمستشفى، يعني حتى دين ضعيف اعتقدوا بالإسلام. شو الإيمان؟ لك ما تشكى آلام لا تحتمل، آلام لا تحتمل، ما رفع صوته يا ربي لك الحمد. كلما زاره إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. ثم توفاه الله. قال لي لحكمة بالغة بالغة بالغة، جاءنا مريض معه المرض نفسه، ورم خبيث منتشر في كل أمعائه، يسب الدين، يسب الأنبياء، يقرع الجرس ما حدا يلبيه، غرفة موحشة مظلمة مخيفة، ومات. الله أطلع أهل المستشفى على مريضين بالمرض نفسه، الآلام نفسها، بس واحد مؤمن صابر والثاني كافر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.